كريم، وكل وانت سنه طيبة. وكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي بخير وبالف عافيه يا رب. يعني يمكن ما تقابلناش من اول رمضان، فدي فرصه اقول صحيح. لكم كل سنه وانتم طيبين، الحقيقة رمضان وانت كريم طيبة عليكم يا رب. وبخير. احنا عارفين كمان ان انت النهارده مجهزه لنا مجموعه كبيره من الاخبار، واللي كان اخرها لسه عارفينه من لحظات كمان اصابه امام عاشور. سمعنا ان هو خرج من المباراه يعني وبيشتكي من كتفه، لعلها يعني اصابه ما تكونش كبيره، لان احنا مش في حمل اي حاجه من النوع ده خالص الفتره دي بإذن الحقيقه. الله بإذن الله إن شاء الله أكيد معانا أخبار كتيرة. خلونا نبتدي أخبارنا النهاردة. والأهلي يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة سيمبا. يستأنف فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش في إطار الاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. ويعود الأهلي لتدريباته عقب نهاية الراحة لمدة أسبوع التي منحها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق في فترة التوقف الدولي، واللي استأنفها أو استغلها كولر نفسه في السفر إلى بلاده لزيارة أسرته. طبعا عارفين ان المنتخب مصر حاليا في معسكر داخلي ويخوض خلاله دوره وديه بمشاركه منتخبات كرواتيا وتونس وتنزانيا.